السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بسيطة جدا، قناة العلوم والتكنولوجيا. أهلا بكم في الدرس 59 من دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة. في البداية طبعا يعني حابب ان انتوا لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة، دعمنا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس. تقدر كمان تدخل على القائمة التشغيل تتفرج على القائمة الخاصة بدورة صمم تطبيق بنفسك بدون برمجة، كل شوية بننزل دروس جديدة، وفي دورة كمان بنبدأها اللي هي دورة مونتاج بلا حدود مع سوني فيجاس. النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة مهمة قوي، وهي الفرق ما بين الجريد فيو والتيبل أريجمنت. يعني إيه الفرق بين الجريد فيو؟ حاجة زي مربعات أو حاجات بتحتاج لها في التصميم، وتحتاج لها كمان في الشكل، وبتحتاجها في برمجة التطبيق بتاعنا، وكمان التيبل اريجمنت اللي هو أداة الجدول. تمام، هتقدر تحتاجها ازاي وتقدر تشوفها ازاي هنتعرف عليها النهارده. بس قبل ما ندخل ليها النهارده ندخل في القسم الاول او الجزء الاول من درسنا اليوم، وهي التعليقات الجميلة بتاعت المتابعين. في البداية طبعا محمد احمد بيقول: والله شفت فيديو واحد اشتركت، ربنا يخليك يا رب، شرف ليا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. استاذ عماد عماد من المتابعين الجمال بيقول: الله ينور يا هندسه، ربنا يخليك استاذ عماد. تيك موكو بيقول او تيموكو بيقول: السلام عليك، عليكم اخي الكريم، انا متابعك من المغرب، ربنا يخليك واهل المغرب الجمال. الجمال النهارده جمال: اريد معرفه كيف اغير نص في تطبيقي بدون تحديث التطبيق في بلاي ستور، في بلاي ستور. وشكرا. طيب انت عايز تغير نص في تطبيقك بدون تحديث التطبيق في بلاي ستور، يبقى لازم تخلي الحاجه اللي انت هتغيرها دي، تمام، الحاجه اللي انت هتغيرها دي لازم تبقى اونلاين. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش التطبيق بتاعك، ممكن تخلي التطبيق بتاعك كله اوفلاين ما عدا المنطقه دي، تخليها او الحاجه اللي انت عايز تغيرها تخليها اوفلاين، عن طريق بقى ان انت تستعين بقواعد بيانات خارجيه ان شاء الله هنشرحها باذن الله لما هندخل في قواعد البيانات وازاي تتعامل معاها سواء اوفلاين او اونلاين. فتابعنا ان شاء الله، الدروس هتبقى قادمه ان شاء الله قريب يعني. استاذ مسلم عقيل بيقول: استاذ ممكن تعمل تطبيق اسئله؟ طبعا كويز من اول التطبيقات او من احسن التطبيقات ان شاء الله اللي هنعملها كامله باذن الله، فتابعونا يعني. بس محتاجين الدعم، يعني انا برضو عشان استمر لازم الدعم، سواء بقى الدعم من كافه انواع، يعني الدعم عن طريق الاشتراك في القناه، او دعم طبعا مالي، وده هن 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 يعني هن هنطرحه الفتره القادمه باذن الله. أستاذ علي بيقول: إنسان مبدع تابع، شو الفرق بين الموقعين للتطبيقات الأندرومو والأندرومو أندرومو وكودلر؟ سؤال: ممكن أشتري تطبيق جاهز وأعمل ريسكاين على موقع كودلر؟ طيب بص، هو أنا مش قادر أقراه بالعربي، تمام، بس هو أنا ما أعرفوش، يعني اللي أعرفه اللي هو أندرويد مي او اندرويد حاجه زي كده يعني، بس هي حاجه زي كودلار وزي الاب انفنتور وحاجات زي كده يعني. المهم في النهايه طبعا يعني الاثنين شبيهين لبعض، في سان كيبل وفي حاجات كتيره يعني، في مواقع كتيره قوي. بس هي الفكره في كودلار او كودلر بي بي بيعمل حاجه جميله، بي بي بيديك التصميم اليو اي واليو اكس تقريبا جاهزين، يعني بيديك حاجات كويسه بالاضافه من الادوات فيه كتيرة جدا يعني، كويسة جدا، مش محتاج اكستنشن كتير زي الاب انفنتور او غيره يعني. فالاثنين واحد وبيطلعوا نفس النتيجة يعني، بس هي الفكرة كلها في الشكل العام وفي اليو اي واليو اكس بتاع الديزاين نفسه، وكمان الادوات كتيرة جدا جدا يعني. سؤال: ممكن اشتري تطبيقات جاهزة واعمل ريسكاين على موقع كله؟ لازم يكون، بص، انت لو هتشتري تطبيق جاهز لازم يكون بصيغة اي 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 او اي اي اي، معلش، اي اي اي، تمام؟ ده السورس كود بتاع الحاجه دي. طيب انا عايز كود جافا واعمله على حاجه زي دي، لا، يبقى اشتغل على اب انفنتور احسن. يعني انت اشتغل على اب انفنتور، بس اب انفنتور مش هيديك كل اللي انت شايفه ده. يعني انت لو هتعمل سكاين على على كود جافا، الافضل عشان ما يحصلش اخطاء ان انت هاته ويعملوا على الاب انفنتور. بس هي الفكره كودلار جميل في حاجه، ان انت هتقدر ان احنا في دروس قادمه ان شاء الله هنقدر ان احنا نطلع
السورس كود، وبطرق معينه كده ان شاء الله هنحاول نوازي ما بينه وما بين الاندرويد ستوديو باذن الله، عشان نعمل لو في حاجه نقدر نعمل ريسكاين عليها. وكمان ان احنا قدام ان شاء الله هننزل تطبيقات جاهزه لما نيجي نعمل التطبيقات، وهننزل لكم الاي اي اي اللي هي السورس كود بتاعها ان شاء الله. بلال بيقول يعطيك العافيه على مجهودك، بتمنى تشرح طريقه اضافه اعلانات اد موب او المواقع البديله. يعني هو بيقول لك طريقه اضافه اعلانات ادموب او المواقع البديله ان شاء الله باذن الله. ادموب وفي كتير، يعني في فيسبوك اعلانات فيسبوك، وفي اعلانات ستارت اب حاجه زي كده. يعني في مواقع اعلانات كتيره يعني. اكس معتز بيقول اخي يعطيك الف عافيه، ربنا يخليك. بدي اسال لو عملت تطبيق بس مباشر ربطته بالفاير بيس وحطيت اعلانات ادموب، بحذر من الادموب ولا لا؟ ما اعتقدش يعني، ما يعني يعني مثلا لو تطبيق بس مباشر زي مثلا موبي كوره بتاع كل ده معمول بالحاجات دي يعني، فمعمول بالفاير بيس او معمول بحاجه اسمها اير تيبل. الحاجتين دول انت ممكن تعملهم عادي مفيش اي مشكله، متاح ليه الاعلانات والكلام ده ومفيش اي مشكله، فمفيش حظر يعني ما تقلقش. استاذ احمد عبد الحميد بيقول اولا انا بقرر شكري على مجهودك واستمرارك، تحياتي لك وكل التوفيق، ربنا يخليك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا على دعمك. انا شغال في تطبيق لعرض القصص بس عندي مشكله في طريقه عرض القصه، لما المستخدم يختار قصه من مجموعه القصص المفروض يروح على صفحه القصه، فانا عايز اعمل سكرين واحده بس يعرض فيها اي قصه يختارها المستخدم، بدل ما اعمل لكل قصه سكرين، علما ان كل قصه في ملف اتش تي ام ال. طبعا عشان افهمها محتاج اقراها بالراحه كده، يروح على صفحه القصه، فانا عايز اعمل سكرين واحده بس يعرض فيها اي قصه يختارها المستخدم، تمام؟ بدل ما اعمل لكل قصه سكرين، علما ان كل قصه في ملف اتش تي ام ال. طيب انا عايز اقول لك حاجه، انت بتعرض، تعال نفتح كده، انت هتعرض مثلا، انا عندي مثلا السكرين، يعني ركز معايا السكرين بتاعه، وكله برضو يعني كل المتابعين يركزوا معايا، لان حاجات زي دي هتعلمك وتديك مهاره، خلي بالك. فانا حبيت ان انا ارد على كل الناس عشان كده. انت عندك قصه، تمام؟ فادي قصه والثانيه والثالثه بتنزل ايه تحت بعض، سواء اوف لاين او اون لاين. قصه 2 3 4 افضل انت تعمل لها حاجه بقى، يا اما تعمل سكرين خاصه بعرض القصه، واول ما يضغط بتعملها طبعا في ليست فيو، الحاجات اللي هي اللي زي دي عرض القصص دي تخليها في ليست فيو، او حاجات اكستنشن اضافات ان شاء الله نشرحها قدام باذن الله، حاجه زي الليست فيو بريميوم كده يعني، حاجات متطوره تمام في الاكستنشن. فهي بتعرض قدامك حل من حلين، يا اما تعرضها في سكرين لوحده اي واحده هيعرضها، وتدي السكرين ستارت فاليو. يعني ايه ستارت فاليو؟ يعني تروح عند الكنترول كده هتلاقي حاجه اسمها اهي اوبن انذر سكرين ويز ستارت فاليو سكرين نيم، تمام؟ بتدي ستارت فاليو اي ستارت فاليو، وليكن مثلا واحد اثنين ثلاثه كده يعني، تمام؟ في التكست، تمام؟ ودي السكرين نيم اللي هي سكرين 4 مثلا، تدي سكرين 4، وهتيجي في سكرين 4 هتعمل حاجه جميله، تمام؟ هتعمل ايه بقى؟ جيت ستارت فاليو، وتربطها بالحاجه اللي انت عايزها، الحاجه اللي انت عايزها تخليها بالستارت فاليو. فهي دي اللي انا عندي مثلا، لو انا عندي حاجه مثلا قصه مثلا ايه، المسيخ الدجال مثلا، قصه احمد ومنى مثلا وليكن، تمام؟ يبقى هنا هخلي مثلا المسيخ الدجال هنا، اروح كاتبه ايه، كاتبه في الستارت فاليو، واجي لما افتح الصفحه اجي اعرض لما الجيت ستارت فاليو، يعني لما نقول اف كده، بص ركز معايا بقى يا استاذ احمد، لما نقول اف كده تمام، ونقول كده تمام، او سيبك من كده، هو هيعرف منين؟ هيعرف كده، لما ده، لما الجيت ستارت فاليو، بص لما الجيت ستارت فاليو يساوي التكست اللي احنا حطيناه هنا في الستارت فاليو الثانيه، تمام؟ اعمل بقى اللي انت عايزه هنا، اعرض بقى اللي انت عايزه، خلاص؟ وفي حاجات متطوره بس عايزك تتابعنا، احنا ان شاء الله قريب باذن الله او ممكن الدرس القادم ناخد حاجه اسمها الدوال، تمام؟ اللي هي دي، ماشي؟ الدوال، فدي هتوفر لك كتير قوي وهتعملك كتير قوي. وفي فكره ثانيه، في فكره ثانيه ركز معايا بقى، في فكره ان انت ممكن تعمل زي كارد فيو، تخليها تعرض بالكامل هنا وتعملها عن بمظهر نوتيفاير كده ان هي بتظهر، وتعمل لها شو. ان شاء الله هبدا اشرح الكلام ده، وممكن تتابعني، ممكن تراسلني على الفيسبوك،
تمام، وانا تحت امرك، مفيش مشاكل، انا تحت امرك في اي وقت، وهقول لك تعمل الموضوع ده ازاي ان شاء الله. طيب استاذ احمد عبد الحميد برضو بيقول: بعد اذنك يا باشمهندس محمد، الكومنت ده موجه لمتابعين حضرتك الكرام، اقل دعم ممكن تقدمه للباشمهندس محمد انك تشارك الكورس. ربنا يخليك يا رب، انا مش عارف اعمل ايه والله. ربنا يخليك، شكرا لذوقك. يعني اتمنى يعني الناس تاخد كوبي بيست من الكلام ده، اتمنى يعني، وان هي تقدر ان هي تنشره على قد ما تقدر. اظن ده اقل دعم يعني، لو انت مش هتشارك في الدعم المادي ممكن تشارك في الدعم ده، حاجة كبيرة يعني. فالافضل ان كل متابع استفاد حتى لو نقطة مني، يعني اقل حاجة ان هو يشير كلمتين الجمال بتوع استاذ احمد دول. يعني اكون شاكر جدا في اي صفحة على الفيس مهتم بالبرمجة، كمان على اليوتيوب لو عندك قناة على اليوتيوب تقدر ان انت برضو تدعمنا زي ما استفدت، تخلي غيرك يستفيد، ونشر العلم بتاخد عليها حسنات يعني. انت حاجه زي دي انت بتاخد عليها حسنات يعني. فبالتوفيق ان شاء الله. ده بالنسبه لكان التعليقات الجميله للمتابعين. ندخل بقى في درس النهارده اللي هو الخاص ب قلنا جريد فيو و تيبل ارينجمنت. تمام، في عندنا تيبل، احنا قلنا الجريد فيو والحاجات دي احنا قلنا بتتجاب من لي اوت ولاقي جنرال. تمام، وندخل على الجريد فيو و اهي، يعني هنخلي دي بس في فوق، نخليها في التوب. تمام كده، ونجيب التيبل ونعمل ما بينهم سبيس ونشوف كل واحده كده ايه الخصائص بتاعتها ايه. اهي الخصائص بتاعتها ايه، ونشوفها على الواقع. رجعنا لكم تاني ونشوف الكلام ده على الواقع. زي ما انتم شايفين كده احنا ضفنا الجريد فيو، تمام، وضفنا التيبل، مفيش حاجه ظاهره يعني، لا الجريد فيو ولا ليه، عشان مفيش عناصر. تمام، تعالى كده نشوف الجريد فيو اول حاجه. تمام، خلينا ناخد التيبل اول حاجه، يعني خلينا ناخد التيبل. في عندنا كولومنز وكولومنز ورو. تمام، عندنا صفوف واعمده، او اعمده وصفوف. تمام، تعالى كده نجرب. يعني هو هنا المفروض ان هو 2 في 2، يعني 2 في 2، ماشي. تعالى كده نشوف هنا اهو. تمام، بقى عمود، بقى اتنين جنب بعض اهو، ممكن تضيف جواه، خلي بالك وانت بترمي يعني. شوف اهو بقى كده، تعالى شوف كده بقى في اتنين تكست بوكس جنب بعض. تمام، طيب تعالى كده نزود دي، خليها تلاته، بقى في ايه؟ بقى في صف. تمام، لكن ده عمود. تمام، بقى في صف اهو، فده بقى في صف، ممكن نحط بوتون اهي. بص ارميها كده هتبقى ايه؟ تبقى جنب. خلي بس الهايت الويتس بتاعه بالعرض عشان يبقى ايه، يبقى زي ما انتم شايفين كده. تمام، او الويتس نخليه مثلا ايه 90% عشان ما يطلعش بره حدود الايه، بره حدود الصفحه زي ما انتم شايفين كده. تمام، لا معلش دي غلط، معلش احنا خلينا في دي بس كده، خلي الويتس بتاعها 90%. تمام، لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه في كل ايه، في كل واحده، او خليها بالفيل. الفيل هتجيب ايه؟ هتجيب الكل. تمام، تمام. في عندنا ايه تاني؟ في ده طبعا اللي قلنا الاعمده، في الصفوف او العمود، معلش انا اسف، في اهو اللي هو عددهم اتنين، احنا قلنا ده عددهم اتنين، يعني اهو صف اهو، صف اهو. تمام، في اهي تاني اهو، والتاني اهو. تمام، اهو تمام، بقى في عندنا اهو صفين وتلات اعمده. تمام، تعال نشوفها كده معموله ازاي، اهو زي ما انت شايف الوضع عامل ازاي. تعال نجيب كده الهايت طبعا والطول، ده حاجه خاصه بالطول والعرض. تمام، واحنا قلنا هنا اتنين واتنين، خلاص موضوع سهل. هي تنظيمية، عملية تنظيمية عشان لو انت هتعمل حاجة معينة في الديزاين او حاجة زي كده.
تمام، تعالى كده، هو ما فيهاش خصائص تاني في الديزاين. تعالى نلغي ده اللي احنا كنا بنشرح عليه. تعالى كده نشوف الخصائص بتاعته. الخصائص بتاعته هي كل قصتها في الديزاين، يعني كل قصه التيبل ارانجمنت في الديزاين. فهو هنا مديك جيت وسيت بس، يعني هو مش مديك لا سيت ولا جيت، مش مديك لا كول ولا ايفنت دوت، تمام. فهنا انت لو عايز تعمل حاجه مثلا تكبر تكبر الويتس، تكبر تعمل هاي، تخلي فيزابل، تخلي الويتس بتاعه ايه الكلام ده. فهو كخصائص ما فيش، هو ترتيب زي ما انت شايف كده ترتيب، تمام. على حسب بقى انت ايه عايز، كام عمود عايز، يعني لو دوسنا ثلاثه هنا هيتيح لنا ان احنا نعمل مثلا بوكس هنا وبوكس هنا مثلا، تمام، زي ما انت شايف كده، تمام. تعالى كده نشوف اهي، يعني عندنا بوكس نقدر ندوس عليه اهو زي ما انت شايف اهو، ماشي اهو. طبعا ده احنا قلنا هنا يعني زي ما انت شايف. الطول طبعا لو انت عايز تخليه طبعا هو الطول بالكامل، فاظن ان مفهوش ادنى مشاكل، تمام، مفهوش ادنى مشاكل. ده بالنسبه للتيبل. فموضوع هو ليه قصه بالديزاينر، لما نيجي بقى نظبط الديزاينر ان شاء الله هيبقى الموضوع مرتاح ان شاء الله، وهنشرحه لكم بالتفصيل. طيب ده بالنسبه للتيبل. طيب اداه بقى الجريد فيو، ودي اهم اداه او من اهم الادوات اللي موجوده في اللي اوت كله في الشكل العام بتاعه، تمام. ايه بقى الاداه دي بقى؟ ايه الاداه دي؟ اداه جريد فيو حاجه بتعرض زي صفوف او بتعرض داتابيز. فمعظم الداتابيز او حاجات كتيره من الداتابيز بتنزل في الجريد فيو، تمام. الخصائص بقى اللي موجوده في الديزاين، باك جراوند كلر، الخلفيه بتاعتها ايه؟ لو يكن احنا هنخلي الخلفيه بتاعتها سودا، تمام، خلي الخلفيه بتاعتها مثلا وليكن زرقاء، تمام. احنا هننزل دي بس كده خليها. برضو نفس نظام الصفوف والاعمده، لو عايز تخليها مثلا سته هي ما بتظهرش، يعني هي لا ظاهره هنا ولا ظاهره هنا، يعني لو تلاحظ. تمام، احنا بناخد نظره عامه يعني عشان نبقى نبقى اسمنا ان احنا خدناها، وتبقى عارفها بعد كده لما نيجي نطبق يعني. في المنت فروم سترينج، في فرق بين المنتس لوحدها، دي المكونات اللي جوه، يعني دي المكونات اللي اللي جوه. يعني احنا مثلا المنت فروم سترينج، في فرق بين المنتس بس وفي فرق بين المنتس فروم سترينج، دي العناصر اللي موجوده جواها. يعني انا مثلا دي لما تقول المنتس فروم سترينج يعني ايه؟ يعني كل عنصر هتحط بعديه فاصله، فانت ممكن تحط 10 عناصر. يعني مثلا انا اقول احمد فاصله محمد فاصله علي فاصله إماد فليكن، تمام. تعالى كده نبص، لو تلاحظ بقى فيه عندنا اهو احمد محمد، بص احنا بس نجيب دي كده، نخليها وليكن خليها وليكن بيضه ابيض. تعالى كده اهي، احمد محمد علي عماد، تمام، بقت في صفوف، تمام. نحذفها بقى، ماشي. فوت سايز بتاع الالمنس اللي جوه، العناصر اللي جواها، نخليها مثلا 20 وليكن، كل ده مش هيظهر، احنا بنظبط بس. طيب الهايت والويتس بتاعها، طبعا يعني الويتس بتاعها لو انت عايز تخليه مثلا بالعرض، تمام. في البادنج، التباعد ما بين العناصر، نخليه مثلا وليكن 4 مثلا، ده التباعد بتاع العناصر نفسه. في ستريتش انيبل، الامتداد. وفي التكست كلر، التكست اللي موجود بتاع العناصر نفسه اسود مثلا. الايقونات او الحاجات اللي زي كده. وفي الويتس والعرض والطول بتاعها، وده طبعا الفيزبل. طيب نيجي بقى لخصائصها في البلوكس، هنلاقي مختلفه شويه عن التيبل ارينجمنت. مختلفه في ايه؟ ان فيها ايفنت،
الدوت وفيها الكول، تمام، فيها الدوت وفيها الايه الكول، وطبعا الجيت والست بتاعت الايه بتاعت العناصر بتاعتنا، بس زايده حاجه، يعني زايده حاجه هنا، زايده ايه؟ زايده المونتس دي اللي جوه اللي هناك في الديزاينر اسمها المونتس فروم سترينج، لكن المونتس دي اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الحاجه دي. طب تعالى نشوف كده، نقول ايه هنا؟ بيقول لك دوت افتر بيكنج. افتر بيكنج يعني ايه افتر بيكنج؟ يعني بعد ما خلاص، بعد ما نزلت العناصر، هتعمل ايه بالعناصر دي؟ طيب تعالى نحذف وهنعمل مثال بسيط، ودي كل كلير جريد فيو. يعني ايه؟ الغي كل الجريد فيو اللي جوه، كل العناصر اللي جواه، بيلغي كل العناصر اللي جواه، تمام؟ ماشي. ايه تاني؟ في بقى الجيت والست اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه. تمام. اللي هنستخدمها في شرحنا في الدرس النهارده حاجات بسيطه، بس عشان تبقى فاهمها، يعني هي الفكره كلها دي هيبقى استخدمها قدام شويه في الايه؟ في البرامج لما نيجي نعمل التطبيقات. لكن لازم تفهمها عشان تبقى فاهمها وواعي ليها، عشان تقدر انت قدام ان انت تقدر تطبق بسهوله ان شاء الله، تبقى عارف كل الخصائص يعني. طيب افتر بيكنج، تمام، وي كلير جريد فيو، في هنعمل ايه؟ تعالى كده نقول ان احنا هنضيف، ان احنا هنعمل بطن. انا عايز الغي خالص التيبل دي عشان احنا خلاص خلصناها وشرحناها، تمام، ونلغي السبيس. ماشي. في ايه تاني بقى عندنا؟ في احنا هنعمل مكونات، طبعا هي الدنيا هنا فاضيه، اوكي، هنعمل سبيس، هنجيب سبيس ونقول ايه بقى، نخليها مثلا 50 ونجيب بطن، وهنقول ايه؟ هنقول في البطن دي نعمل كده ونعمل مثلا 25، ونعمل نقول خلينا في عربي بقى، سيبك من الانجلش، انا عارف ان انتوا زهقتوا من المواقع الاجنبيه. اضافت عناصر، خلاص اضافت ايه؟ اضافت عناصر. ماشي. وهنجيب حاجه بقى، احنا بناخد بنتطور اكتر واكتر، هنجيب تكست بوكس مثلا، او نخلي نشرح في الاول اضافه عناصر عن طريق السترينج، وبعد كده نبدا نضيف الحاجات بتاعتنا. تمام. طيب احنا هنضيف عناصر، هنضيف عناصر ازاي للجريد فيو دي؟ يعني اول ما اضغط اضافه عناصر يضاف العناصر اللي انا عايز اضيفها، تمام. اول حاجه هنجي على البوتوم وهنقول الايفنت بتاع الكليك بتاعك. ماشي. هنيجي عند ايه؟ هنيجي نقول، تعالى كده نقول ست المونتس. احنا عندنا حاجتين، ست المونتس وست المونتس فروم سترينج. ايه الفرق ما بينهم؟ دي هتضيف عنصر وعنصر، ودي هتضيف مجموعه عناصر معموله بفصله، يعني في فرق بينهم في فصله، تمام. طيب انت بتستخدم ايه يا باشمهندس؟ انا بستخدم الافضل، بستخدم دي، تمام. طب استخدمها ازاي؟ يعني انت عنصر واحد بس، هيقبل عنصر واحد بس، العنصر طبعا بيترجع تكست، تمام. يعني انا دلوقتي بترجع تكست، لا مترجعش تكست. طب تعالى كده نشوف الجريد فيو بتاع المونتس فروم سترينج، ترجع تكست، شوف الفرق بقى، دي بترجع ليست مش بترجع تكست. يعني ايه بترجع ليست؟ يعني هقول لك، انت هتعمل لها ليست جميله كده، حاجه اسمها ميكا ليست، تعمل لها كده، تمام، وتبدا تاخد في الليست ده اللي انت ايه؟ اللي انت محتاجه في التكست، وانت بقى عايز تزود من هنا زود ايه براحتك، ايتمز براحتك، برضه هتعمل كده وتاخد احنا هنجرب الاثنين دلوقتي، تمام. انا بقى هقول ان انا هضيف وليكن جافا، وهضيف سي شارب، وهضيف وليكن اي اس بي دوت نت، اي اس بي دوت. خلاص ركز بقى معايا، تعالى كده نعمل ريفرش ونعمل نروح على اضافه عناصر وندوس اضافه عناصر. شوف
زود لك اهو، زود لك جافا وسي شارب واي اس بي دوت نت. تمام. طب تعال نشيل دي كده خالص ونحط دي، نعمل تيست. لو دوست اضافه عناصر مش هيعمل حاجه، مفيش حاجه. تمام، تعالى بقى شوف الفرق بقى اللي هنضيفه، يعني شوف الفرق هنضيف ازاي. هنضيف نفس المكونات جافا، ركز بقى معايا، جافا سي شارب فصل اهي، خلي بالك من الفصل اللي انا بدوسها دي. تمام، سي شارب وي اس بي دوت نت. تعالى نعمل ريفرش ونشوف ونجرب. شوف ضفر، بس الفكره الفرق ما بينهم ان احنا عملنا ايه؟ عملنا فصله. دي الفرق ما بين دي ودي، دي بترجع تكست مباشره. تمام، طيب انت بتستخدمها ليه يا باشمهندس دي؟ مع ان دي افضل، يعني دي كذا. لا، الافضل ليك ان انت تبقى العناصر واحده واحده، يعني عنصر تبقى شايفه كده لوحده، خصوصا ان احنا لما نيجي ندخل في المتغيرات والحاجات دي هنبدا نعرفك الموضوع ازاي يعني. هو الموضوع هيبقى اسهل يعني. تمام، يبقى انا هستغني عن دي معلش، وهدخل في ايه؟ الاثنين بيعملوا بي 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 بيأدوا نفس المهمه يعني. تمام؟ طيب، حاجه ثانيه، انا دلوقتي ضفت، تعال نجيب بطن ثاني كده، نجيب بطن ثاني ونخليه تحت الجريد فيو ونسميه ايه؟ يعني نعمل سبيس، بس نعمل سبيس ونخلي السبيس ده مثلا 20 30، خليه 50 بطن، ونسمي البطن الثاني ده سميه هنا باسم كلير خلاص، ونخلي الفونت بتاعه كده ونخلي 25، ونخلي الباك جراوند بتاعه وليكن ايه؟ ازرق زي كده. تمام، ونسميه مسح عناصر. ماشي، مسح ايه؟ عناصر. وهنيجي على البوتن 2 اللي هو الكلير. تمام، وناخد الكليك وهناخد ايه؟ انا عايز امسح كل العناصر. تمام، اللي انا ضفتها اروح جايب كول جريد فيو. تعالى كده نعمل تيست ونضيف عناصر، نضاف، تعالى نمسح، يعني هو المفروض يمسح. طيب تعالى كده نشوف ايه المشكله، يعني هو المفروض يمسح بس هو في ممكن تبقى في خطأ في، يعني هو حتى بيقول لي اهو كلير ذا ايتمز فروم من ال 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 يعني هو المفروض كلير ايتمز. تمام، طيب نشوف حاجه ثانيه، يعني هو المفروض هنا يمسح، يعني هو ممكن يكون الظاهر في الاداه فيها مشكله او حاجه، بس مفيش مشكله. في عندنا ايه؟ في عندنا ايه تاني؟ كلير، في عندنا ناخد حاجة تاني مفيش مشكلة عشان الوقت، ناخد ايه بقى؟ بس انا يعني هشوفها لكم ايه المشكلة، هرجع عشان الوقت طبعا الحلقة، هرجع للدرس وان شاء الله الدرس القادم هشرح لكم الحتة دي مخصوص ان شاء الله. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا كلير، ماشي خلاص خدناه. اوكي، عندنا بقى ان انا عايز ان انا ما اضيفش العناصر، ان انا ادوس كده، ان انا ادوس كده اضيف عناصر. ماشي، ما ينفعش يعني اول ما اضيف عناصر اوكي، لا ما يعني ما يعني دي لا، فاهمني؟ انا عايز ان انا يديني تكست بوكس، تكست بوكس اخلي المستخدم هو اللي يضيف. تكست ايه؟ تكست بوكس كده، واخلي المستخدم ايه؟ هو اللي يضيف الاضافه بتاعتي اللي انا ايه؟ اللي انا عايزها. تمام؟ طيب تكست بوكس خلاص اوكي. انا بقى محتاج ان انا اظبط الاعداد بتاعته بس، وليكن 20 ماشي، وليكن فونت بولد برضه. طيب وده كده هنعمل له كده. تمام اوكي، وهنقول ان احنا هنضيف من التكست بوكس. طيب يبقى هنقول set elements
تمام، وهنجيب التكست بوكس بتاعتنا. ونجيب الايه، نيجي كده نجيب في الجريد فيو، هو طبعا مش قابل، مش الجريد فيو، ونقول سيت المنت فروم ايه، سيت المنت فروم سترينج، يعني من نص، وهو هيقبل ايه، يعني هو المفروض يقبل التكست بوكس. طيب احنا ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن ايه، ممكن نشيل ده كده، ونعمل كده، ونعمل كده، كده مفيش الا ايه، الا ميكا ليست واحدة بس اللي هي دي، تمام. ونوديها على، يعني هو ما قبلش، انت برضه حاول يعني. بص خلي بالك، عايز اقول لك حاجه في الجريد فيو، من الحاجات دي انا ممكن اكون برضه اول مره اجربها معاكم يعني، فانت حاول كذا مره كذا حاجه بتاع لغايه ما تلقط الموضوع. مش عايز ان انا خلاص اول حاجه عملتها ما نفعتش، لا، كل حاجه ولها سبب، خلي بالك يعني. هي حته ان انا مثلا هو ما عملش كلير للجريد فيو، لا اكيد في سبب لازم تدور وراه، يعني لازم ايه المشكله اللي وقفت الكلير. فانا طبعا عشان وقت الحلقه وكده، فانا مش عايز وقت الدرس، انا مش عايز برضه اطول عليكم يعني. عندنا ايه، عندنا ان هو عمل من التكست ايه، من التكست بوكس. طب تعالى نعمل كده ريفرش، تعالى نشوف. انا لو اضفت عناصر، يعني بص هنعمل هنا ايه، وليكن جافا، تمام. هنا هو محتاج بس يعمل تيست، وليكن احنا هنعمل مثلا هنا كده، وهنقول ايه، وهنقول هو بس محتاج يتظبط الجريد فيو. زي ما قلت لكم ان كل حاجه وليها، يعني كل حاجه وليها ايه، وليها سبب، يعني كل حاجه في البرمجه او في المكونات اللي احنا فيها وليها سبب. طبعا انا لما جبت التكست، يعني دي حصلت مشكله، جبت التكست فين؟ تكست بوكس اهي، جبت التكست نفسه، يعني العنصر نفسه، لا ده المفروض اجيب تكست بوكس، ده التكست النص بتاعها، ده اللي لازم اجيبه يعني، ده واحطه في حاجه زي كده، واجيب ده او اجيب السترنج. بس هنجرب يعني، تعالوا كده نعمل تيست تاني، وهنقول مثلا ان احنا هنضيف لده وليكن ايه مثلا، اهو محمد، ظهرت ايه، ظهرت محمد، تمام، ظهرت ايه، ظهرت محمد. فزي ما انتم شايفين كده ظهرت ايه، محمد، بس طبعا عشان الكلمه بس معموله، يعني نجرب مثلا، نجرب احمد، اهي ظهرت احمد، تمام، ظهرت ايه، احمد. لو تلاحظوا الافضل انت تشيل الاستريتش دي، الاسترتش دي الامتداد ده مش حلو يعني، فالافضل انت تشيله. طيب ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للتكست. طب تعالى نجرب حاجه تانيه، نجرب، معلش الحلقه طالت شويه، بس ايه عشان خاطر ان احنا نتعلم اكتر ان شاء الله. تعالى نجرب دي اللي ما قبلتش، بس هي هتقبل هنا، ليه بقى؟ لان هي دوت تكست، هو خد التكست بتاعتها. فنعمل كده، تعالى كده، تعالى نعمل ريف رش، ونقول ايه، ونقول مثلا جمال، وندوس اضافة عنصر جمال، تمام، ماشي جمال. يبقى ايه، يبقى ظهرت ايه معانا زي ما انت ايه، زي ما انت شايف.
فأتمنى إن الموضوع يكون يعني لا يعني لاقى إعجابكم. أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا درس النهارده، ودرس طويل شوية بس لازم تفهم يعني إيه جريد فيو. وعلى فكرة هي من أقوى الأدوات اللي هتستخدمها قدام إن شاء الله. يعني إيه جريد فيو؟ يعني إيه تيبل أريجمنت؟ الاتنين دول مهمين قوي عشان تقدر إن أنت تبقى كويس جدا. أتمنى طبعا إن أنت تشترك في قناة بسيطة جدا، تفعل زر الجرس، تشترك في القناة. يا ريت لو الدعم، الدعم يا جماعة، الدعم الدعم الدعم، يا ريت الدعم بعد إذنكم يعني. فأتمنى لكم كل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.